بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. برشلونة بهدف مبكر غير متوقع تنقلب عليهم كل الأمور. كيف كريستيانو رونالدو يلعب كرة طولية، يلعب كرة بينية، ليونيل ميسي الكرة ملعوبة من مسافة، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. ليونيل ميسي لمسة بينية، أرنولد يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول أن يلعب كرة بينية، بيكا يرتكب مخالفة واضحة جدا. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يوان كرويف يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، لمسة بينية، ليونيل ميسي الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. فيها ضربة ركنية، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ميسي يمر ويلعب كرة بينية. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. رونالدو يحاول تمريرها من روماريو، الكرة في الشباك، هدف، نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. إمكانية تسديد، يلعب كرة بينية، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. رونالدينيو غاوتشو يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول أن يلعب كرة بينية، تدخل قوي، ميسي يتسبب في خطأ. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يوان كرويف، باتريك فييرا، تمريرة بينية، رونالدو لمسة بينية وصلت إليه، سقوط داخل 18، هل أنها ركلة جزاء؟ برشلونة ارتكب خطأ فادحا في المكان الخطأ، وبالتالي يواجهون خطر في هذه اللقطة. يا لها من كرة، ويا لها من خطورة، ويا له من سوء حظ، الكرة تعود من القائم. الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا. يلعب كرة عرضية إلى القائم البعيد. ليونيل ميسي لن تسبب أي إزعاج، الحارس كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. رونالدينيو غاوتشو، بافار
يحاول تمريرها من بين المدافعين. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يحاول أن يلعب كرة بينية. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود. يستعيدها رافائيل فاران. أرنولد يلعب كرة بينية. لمسة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. رود خوليت. الكرة للأمام. وانتهى الشوط الأول. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. إذا ما نجح الفريق الخاسر في تذليل الفارق في وقت مبكر، هذا الأمر سيعطيه فرصة كبيرة من أجل العودة، ربما بعد ذلك قلب الطاولة، لما لا في هذا الشوط الثاني. هجمة مرتدة الآن. يمر يلعب كرة بينية. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. باتريك فييرا. خوليت. روماريو. كريستيانو رونالدو. كازيميرو. رود خوليت. روماريو. يا روماريو. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. رونالدو. رود خوليت. لمسة بينية. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. روماريو. روماريو يتجه إلى المرمى. باتريك فييرا. كرة طويلة للأمام. كريستيانو رونالدو يلعب كرة للجانب الأيمن. لديه الفرصة الخطيرة. كريستيانو رونالدو. باتريك فييرا. الدفاع كبير. مخالفة واضحة جدا. ركلة حرة يحتسبها الحكم. يلعب كرة بينية. بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم. بيكم. بيكم يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. يحاول أن يلعب كرة بينية. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكو. ليونيل. يا إلهي. جول. تسلل واضح في هذه اللقطة. بينية إلى كريستيانو رونالدو. كازيميرو. خوليت. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. مع تكرار مثل هذه الصورة، مع تكرار مثل هذه الكرات المقطوعة، واضح لدى الجميع الالتزام التكتيكي الرائع في الملعب، الانتشار الجميل. يقطع الكرة.
ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. ميسي، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يحاول تمريرها من بين المدافعين. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يلعب كرة بينية طويلة. ميسي، يمر وفرصة، يسدد الكرة. هدف آخر، تألق كبير، لا يمكن أن يضيع مثل الكرات. لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. يلعبها عرضية، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. رونالدو، إمكانية مرتدة الآن، فاتت ومرت وصلت إليه. بيكام يقف بثبات لوحدة أمام الحارس الآن. فرصة للتسديد، لا، خرجت تسديدة مرتفعة. بدالي أن الدفاع سهل جدا في اللقطة الأخيرة، كانت الشوارع مفتوحة لمروره لأن يتقدم أكثر نحو مرماهم. يمر ويلعب كرة بينية، فرصة هجوم معاكس. مرت الكرة وحالة انفراد. كريستيانو رونالدو بأطراف أصابع على مس الكرة. مجدداً. لم تمثل هذه الكرة أي تهديد. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يلعب كرة طويلة. ميسي، فرناندو توريس. يلعب تمريرة عرضية. كازيميرو، كريستيانو رونالدو يرسل كرة رأسية خطيرة. كرة تنطلق الصافرة. انتهت المباراة إذن. أظن أن عليهم الإقرار بأن المنافس كان في غاية القوة وأنه كان يستحق الفوز. برشلونة، أنا كثيرا جدا بعد حالة الطرد اللي تمت، لم يتمكن من الصمود في هذه المباراة الصعبة، وفي الأخير كان من الطبيعي أن يخسر. كان من الصعب توقع نتيجة أخرى غير الهزيمة بعد الطرد. في أغلب الحالات ينهار الفريق معنويا. تبدأ المساحة